عنف مدان مدان مدان. تعرف على العدالة الرسمية وعلى العدالة غير الرسمية، وكيف مدى الترابط ما بينهن في حل القضايا النسائية. لما يكون في ترابط ما بين هاي العدالتين بتحقق إنجازات إلها، وشغلة ثانية بتحمي حماية للمرأة من أي اعتداء. ما كنا نعرف وين العشائر دورها بوقف اللي هو بسموها العدالة الغير رسمية. بعض العادات والتقاليد التي لا تنسجم مع القانون. طبعا شبكة الحماية المجتمعية هي الأولى من نوعها بفلسطين، تتضمن نساء فاعلات في مجتمعاتهن، هم نساء متطوعات ومؤثرات وفاعلات. يصير يتوجهوا إن يعني إحنا مثلا نقدر نحل هذه الإشكاليات أو نوصلها لجهات ثانية. طلاب الجامعات من 7 جامعات فلسطينية نقوم على توعيتهم بحقوق الفتيات والنساء للوصول إلى العدالة، وإمكانية أنه يشعروا هذه الفئات من ذوي الإعاقة بوجود العدالة في فلسطين. نخاطب احنا الرجال والنساء والاطفال كلهم على حد سواء. كمان شغله كثير مهمه، رح نخاطب صناع القرار، لانه صناع القرار لازم يكونوا على قدر من المسؤوليه لتسهيل وجعل الامور موائمه لتسهيل وصول الفتيات والنساء ذوي الاعاقه الى العداله.